موسيقى كلاسيكية تسبح مع النفس إلى تأملات روحية في صفاء وراحة وسلام، يرتوي منها الإنسان أحاسيس حلوة عذبة. وضعها الفنان العالمي إرنست نيولاندسميث، المؤلف الموسيقي المدون عنه في قاموس الموسيقيين هوز هو، من أصول أي ثيمز وإيحاء وإلهام من الألحان القبطية الكنسية لرباعي وبيانو وكمان بمصاحبة البيانو. ووقعها الفنان زينكر من أوركسترا برلين السيمفوني، ومعه نخبة من كبار الفنانين. أحب أن أذكر أن الكنيسة المسكونية وضعت منذ نشأتها وفي عصور ازدهارها أنغامها وألحانها صوتية بحتة لا تصلح لأن توقع على الآلات الموسيقية ولا تقبل الهارموني، تؤديها فقط الحنجرة في ألوانها الأصيلة. ولا غرابة، فإن الحنجرة هي ملكة الآلات الموسيقية، وهي الآلة الوحيدة التي تتصل اتصالا مباشرا بوجدان الإنسان وروحه. وقد وجدنا في بحار الموسيقى القبطية الكنسية قطعا نادرة جدا تقبل الهارموني، مثل في اي تي او اون مسك مردا في سبت النوري، والآخذ منه لحن الفضائل يمكن توقيعه كما هو على البيانو أو الأورغون أو أي آلة أخرى بلونه الأصيل. Ah.
تيمي تسنوتي ناريتي ام بيبني غما اس او
Yeah.
Ṣādiq Attallah.